أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي الطقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمملكة خلال الأيام القادمة بحول الله. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي درجة حرارة اعتيادية في عموم المناطق، وطقس مستقر في أغلب المناطق باستثناء بعض الأجزاء من منطقة أو مرتفعات المدينة المنورة وغرب حائل، وأيضا أجزاء محدودة من المنطقة الجنوبية الغربية، وأيضا انخفاض ملموس على درجات الحرارة على العاصمة الرياض نهاية الأسبوع. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم لتوضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم المتوسطة التي انتشرت فوق منطقة حائل وأقصى شمال شرق المملكة. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة، والتي توضح استمرار لدرجات حرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في عموم مناطق المملكة. لكن اعتبارا من يوم الأربعاء بإذن الله ونهاية الأسبوع، درجة الحرارة تسجل انخفاضات متتالية في المنطقة الشرقية والوسطى وأجزاء من المنطقة الشمالية، نتيجة لامتداد لمرتفع جوي من الأراضي العراقية باتجاه وسط الجزيرة العربية. يعمل هذا على انخفاض على درجات الحرارة، وبالتالي تصبح أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في عموم المنطقة الوسطى والشرقية خلال نهاية الأسبوع. نذهب للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 27 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الثلاثاء 39 إلى 26 درجة مئوية، لكن اعتبارا من يوم الأربعاء تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض 37 إلى 25 درجة مئوية. أما يوم الخميس المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة 35 درجة مئوية كحرارة العظمى، أما الصغرى تسجل 23 درجة مئوية فقط. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.